بسم الله. دلوقتي لو احنا عايزين نعمل بيم امبلمنتيشن ففي نقط كتيره لازم نخلي بالنا منها، واحنا كلام عنها كتير جدا في بيم اريبيا. القطيب الصغير دوت هيرشدنا لاهم النقط اللي احنا لازم نخلي بالنا منها واحنا بنعمل البيم امبلمنتيشن، واحنا بندخل بيم في شركه ما فيهاش بيم. فهو بيبدا يدينا جداول كده سهل علينا الشغل، بس لازم نكون فاهمين البيم ولازم نكون فاهمين ايه الحاجات الاساسيه اللي لازم نعملها، ويكون في تواصل بين بقية الأقسام ويكون في رؤية. فهو بيقول لي اكتب الرؤية بتاعت المنظمة، اكتب البيم هيحسن الرؤية ازاي، الأهداف من تطبيق البيم. الحاجات دي لما بتتكتب بتخلي الواحد يركز ايه الحاجات اللي هو محتاجها. الموديل نيم عندنا مثلا موديل معماري وانشائي وكهروميكانيكال، ايه الحاجات اللي هتبقى محتويه فيه. مثلا هنا هيبقى فيه الابواب، شبابيك، حوائط وهكذا. البروجكت فيس هيبقى موجود معانا، الاني فيسز ايه هتستخدم اني برنامج، ممكن ما تستخدمش اوتوديسك ريفيت خالص، يعني حسب المشروع مش مع ولا ضد. انا بشوف المشروع اقول لا هنشتغل في المشروع ده بكذا، ممكن مشروع تاني نقول هنشتغل فيه بكذا، ممكن شركه تانية نستخدم اي برنامج. فانت بتبدا تشوف ايه الحاجه اللي انت عايزها، ايه الستاندرد اللي انت تشتغل بيه، الخصائص بتاعة الموديل. عندنا ليفل اوف ديتيل او ليفل اوف ديفلوبمنت هنبدأ نكتبها، الاناليسيس موديل، الكوانتيك اوف هيتعمل بقى ايه بايه، الاسكادولات، الكلاش ديتكشن، الفيزواليزيشن، الليد ريتنج، كل الحاجات دي بنبدأ نشوف ايه اللي احنا محتاجينه وايه اللي احنا مش محتاجينه. طيب احنا محتاجين ايه في الشغل بتاعنا؟ ممكن مثلا مش محتاجين الانرجي ليد، محتاجين الكوست اناليسيز، محتاجين الاسكادول. تبدأ تشوف ايه الحاجات اللي انت محتاجها، ممكن في مشروع تحتاجهم كلهم، ممكن في مشروع اخر الراجل قال لك لا انا مطلوب مني 3 دي وهو انا هلتزم بيه فانا عايز 3 دي بس، تمام، بس يكون محلول الكلاشات، تمام. فهو حسب الاتفاق. هنا تبدا تشوف بقى المهارات الاساسيه الموجوده في الفريق، انت محتاج مثلا كم واحد شغال يكون مهاراته قد ايه، فبتبدا تشوف الفريق اللي انت هتعتمد عليه المهارات المطلوبه. ممكن مثلا تقول انا عايز البيم مانجر يكون بيعرف يمشي على الحيطه ويكون بيعرف كذا ويكون واخد شهادة كذا، ويكون يعني تبدأ تكتب مواصفات لكل شغلانة. هنا مثلا بروجكت بيم كوردينيت، تمام، احنا محتاجين ثلاثة، عندنا صفر أو عندنا واحد ومحتاجين مثلا خمسة. اللوكيشن هيبقى موجود فين، التايم فريم من امتى لامتى، التريننج هيتدرب على برامج ايه وبرامج ايه. هتلاقي في بيم أريبيا شرح ودعم الحاجات دي كلها، التريننج بلان، خطة التدريب، سبورت بلان لو هم عارفين متدربين بس محتاجين سبورت في بعض الحاجات. فنشوف هنبدأ من سبورت داخلي ولا هنجيب ناس من بره تعمل لهم الحاجة ديت. مهم جدا اختيار السوفت وير، الحاجات دي اتكلمنا عنها بتفصيل في بيم أريبيا وناس كتير اتكلمت عنها في بيم أريبيا، فهتلاقي شرح الموضوع، اختيار البرامج والموديل كرييشن، موديل انتجريشن، الكلاش ديتكشن هيتعمل ازاي وايه المطلوب منه، والحاجات دي كلها بنبدأ نظبطها. الكولابريشن هنشتغل على الويب ولا هنشتغل على السيرفر بتاعنا، نبدأ نقارن بين التكلفة بين الاثنين. الانفراستراكشر ريكويرمنت، الهاردوير، الشغل على روك ستيشن طبعا او بي سي جيمر بيبقى كويس، الاداء بتاعه حلو. بعد كده هنبدأ ندخل بقى في السكشن 2. كده احنا عرفنا ايه الحاجه اللي احنا عايزينها وايه الحاجه اللي هندخل فيها. هنبدا مثلا عندنا مشروع كذا في المواصفات الفلانيه، الفريق الاساسي اللي هيبدا يشتغل في المشروع دوت، الاهداف والخاص بالمشروع دوت، العمليات اللي هتتعمل، تمام. يعني في مثلا هنعمل مثلا ديزاين ريفيو مثلا، كل الحاجات دي بنبدا نشوف كل مرحله من المراحل، كل مجموعه هتعمل ايه، يعني الاونر ايه المطلوب منه، هيدينا مثلا ايه الحاجات اللي هو محتاجها في المشروع ويدي ابروف ده على الحاجه اللي قبل كده. الاركتكشر هيعمل ايه، السب كونسلتنت، الكونتراكتور، السبلايرز، بنعمل خطه لتبادل المعلومات. طبعا بتختلف مشروع مشروع بس دي معقوله. يعني الفاسيلتي مانجمنت هيبقى شغال معانا وايه المطلوب منه في كل مرحله من المراحل. دخلنا في مرحله ديزاين اند بيلد، بروجكت كولابريشن بلان، تبدأ انت تكتب الحاجة اللي انت محتاجها. المايل ستون هتقول مثلا احنا هنسأل المشروع مرحلة الديزاين في تاريخ كذا ومين الستيك هولدر الأساسي في المشروع. الموديلنج بلان،
الموديل مانجر المديرين بقى هيتأكدوا من ان احنا بنتبادل المعلومات بطريقة سليمة، ان ما فيش مثلا اوتوكاد في قلب اللوحة، الاسامي مظبوطة، البيانات موديل، ده كل ده خاص بمشروع بعينه. باين نيم ستراكشر هنسمي التسمية ازاي، ايه العناصر اللي هناخدها من قلب الموديل، ومين كل واحد يكتب الموديل اللي هو عمله او الجزء اللي هو عمله، ممكن يكون مثلا دخل في تفصيلة معينة فيبقى هو مسؤول عنها، اسمه بيكتب قدامها، الفاسيلتي مانجمنت اناليسيس بلان، الكوانتك اوف اناليسيس للمشروع دوت، البروجكت كولابوريشن اند كوميونيكيشن بلان، هنبدأ نتواصل مع بعض ازاي، فلازم يبقى معروف الميتنج مثلا هيبقى اونلاين ولا هيبقى في شركة معينة، ومين اللي المفروض يحضره، وهيبقى اسبوعي ولا مرتين في الاسبوع ولا كل اسبوعين، مين اللي محقق ان هو يوصل للموديل، الفولدر مينتيننس، الديزاين ريفيو، المراجعة، كل الحاجات دي لما بنبقى متفقين عليها بيقلل المشاكل بين الأقسام. البرامج اللي احنا هنشتغل عليها،